Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mendapatkan nikmat kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat Idul Fitri adalah salat sunnah yang dikerjakan pada saat satu Syawal. Hukum salat Idul Fitri adalah sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan. Sejak disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah tidak pernah meninggalkannya hingga beliau wafat. Kemudian, salat ini dilanjutkan oleh para sahabat. Adapun waktu salat Idul Fitri adalah sejak matahari terbit hingga masuk waktu zuhur. Salat Idul Fitri berjumlah 2 rakaat dan dilaksanakan secara berjamaah. Dan terdapat khutbah setelahnya. Namun, apabila terlambat datang atau mengalami halangan lain, boleh dilakukan secara sendiri-sendiri atau munfarid di rumah daripada tidak melakukannya. Berikut tata cara salat Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. أصلي سنة لعيد الفطر ركعتين مستقبل القبلة مأموما لله تعالى الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.